في إطار الإرشادات والنصائح التي تقدمها قناة أون لايف لمشاهديها خلال شهر رمضان، نستعرض معكم أهم النصائح الطبية لمرضى السكري من النوع الأول خلال هذا الشهر. هنتكلم عن السكر والصيام في رمضان. النوع الأول من السكر هو اللي يصيب الأطفال وصغار السن، ده بنتيجة بعيد مباشر يؤدي إلى فشل وظيفة خلايا بيتا في البنكرياس، وبالتالي هو معتمد على الإنسولين في علاجه على مدار الحياة، بيبقى حوالي متكررة على مدار اليوم، وبالتالي بيبقى عرضة كثيرة لتذبذب مستوى السكر ما بين ارتفاع وانخفاض، وبالتالي صعب انه الصيام في رمضان لان هيبقى حقن الانسولين هتبقى مواعيدها مختلفه، والفتره الطويله اللي بيقعد فيها صايم تبقى عرضه لي ساعات في الصباح الباكر يكون انخفاض سكر، وقبل المغرب ممكن يكون ارتفاع السكر والغريبه الكوتونيه، وبالتالي هيبقى ضار بالصحه، وبالتالي هذا النوع من السكر غير مستحب لي الصيام في رمضان.